من جهته ثمن ممثل نازحي منطقة سيد غريب مشعان جويد دور محافظ صلاح الدين في إعادة نازحي المنطقة وتوجيهه لتوفير المستلزمات الأمنية والخدمية فيها. سيد المحافظ اليوم اطلع على منطقة الرفيعات وحدد انه المنطقة تبدأ ان شاء الله عودتها قريبا بعد ان يكون بعض الاجراءات البسيطة، الكاميرات ان شاء الله انشدت كملت والامور جيدة، والمحافظ الامور الخدمية من مي كهرباء ان شاء الله راح يبدون من يوم الاحد المقبل.